ونقعد في سوسة وين أعلن الإطار الطبي وين أعلم الإطار الطبي بقسم طب النساء وتوليد مستشفى فرحات حشد بسوسة مواطن يدعى جمال البارحة جمعة 3 فيفري بوفاة ابنه مباشرة إثر الولادة لتسلم جثة ابنه تفاجأ أنه لا يزال على قيد الحياة حسب ما أكده عم الرضيع سمير لموقع نسمة. وأكد نفس المصدر أنه الرضيع قضى ليلة كاملة في علبة كرتونية بثلاجة الموتى مشيرا أنه رئيس قسم طب النساء والتوليد طلب منهم وقت اللي راوا تفسير لما حدث لأنه ينتظر وفاة الرضيع لدفنه. واتصلت نسمة بمدير المستشفى لطفي بوبكر اللي أكد أنه كان متواجد بمستشفى السهلول اللي يدير أيضا وزاد أفاد أنه محدث هو أمر غير عادي يجب التعامل معه بعقلانية. وهذا واتصلت نسمة أيضا برئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى فرحة حشاد أحسن أسبوعي اللي رفض الحديث في الموضوع. ونرجع لأكثر تفاصيل حول الموضوع مع زميلتنا ليلى بلطيفة مبعوثة نجمة أفم. ليلى مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا بك. بالفعل احنا موجودين حاليا امام مقر اقليم الامن الوطني في سوسه وين موجود سي جمال قديش بن عامر هو والد البيبي هذايا. جمال موجود لهنا كان يقدم في اقواله وكان في مقابله معناتها مع وكيل الجمهوريه بشان الموضوع وين باش ترفع قضيه في الامر. الى جانبي الان شقيق سي جمال اللي هو سي سمير قديش بن عامر باش يحكي لنا اكثر على التفاصيل هذه وعلى الحكايه نتاع البيبي هذايا. تفضل سي سمير. عسلامة. عسلامة سي سمير. نحكي لكم بوضوح. البارح مرت خويا قام بها الحس على أساس مش تولد هزهم شي للسبيتار. ولدت هزها والعشية الساعة وزاد رجع في الليل هزلها عشاها وما لازمها وكبيرتها ما لازم المدام الولادة ومع العشرة متاع الليل المدام ولدت كلموه وبحضور سي جمال كان حاضر في السبيتار ودت بالعملية. خرجت المدام لاباس قالوا له لاباس والبيبي قالوا له ان شاء الله لاباس ما تعب شويه. اي روح ما نطمن عليهم وروح. اليوم الصباح على اساس كلموا الصباح قالوا له روح البيبي روح توفى الله غالب الله يرحمه. جينا مع العشره انويه اعطونا ورقه شهاده وفاه وقالوا لنا مشيو البلديه طلعوا مضمون وفاه ومشيو الولايه ومشيو المنطقه. قمنا بالاوراق اللازمه الكل وصلنا الغد كان ماضي ساعه ونص بالمستشفى. دبا ما وصلنا للمستشفى جات فرمليه مدتونا في كردونه هي حلت الكردونه وجمال وشدوا في يديه والولايه تتحرك وبدي يبكي. تصور انت الموقف معنا ديريكت الفرمليه كي راك قالت كاكا تربكت وقالت يا مازال حي مازال حي فكتوا من يدينا ودخلتوا الداخل. كنا الناس كلنا نعقل وكا وباش تحكي مع مدير والا مسؤول ما تلقى حتى حد ما يكون يجي مسؤول باش تحكينا معاه كان ما يجي حتى رئيس المنطقه بيدو نتاع سوسه وهما الا كلموا باش تجي مسؤول باش تحكينا معاه. سي سمير تسمع فيها؟ نسمع فيه. باش نسالك على حاله الرضيع توا في الوقت الحاضر. تفضل. نسال فيك على حاله الرضيع في الوقت الحاضر. حاله الرضيع والله تعبه شويه صحيح. كي طلعوه حطوه في بي خاص بالار بالاكسجين. وحاليا صورناه بالفيديو وتو نفيدوكم ونعطيكم حتى تصويره بالفيديو. والاطار الطبي المشرف على حاله الرضيع هذا شنو قال لكم؟ شنو التقرير نتاعو؟ التقرير قال معناها ان شاء الله لاباس ما نجموش يعطيونا حتى تقرير مدام خاطر هما معناها قالوا مات. مات والبيبي معناها يقول لك ميت كيفاش يقول لك اللي هو البيبي لاباس؟ هو بعد ما جي المسؤول يحكي مع جمال قال له ايه شنو نعمل يعني تو كي ابني جيت نشوف نلقاه في كردونه ومش نقبره نلقاه في كردونه وبعد نلقاه يتحرك شنو تحبني نعمل يعني؟ قال له شو تو قال له استناه وين معناها وين يتوفى وهز قبره. معناها ما كانش فما جواب
مقنع او عقلاني او متفهم لحاله الاب في الوقت ذاك؟ لا ما فماش. حتى هو جمال تعامل معهم بعنف على خاطر ما لقينا حتى حد نحكيه معاه، ما لقينا حتى مسؤول، ما لقينا حتى شخص باش ما فماش حتى إحاطة، ما فماش حتى إحاطة نفسية نورمالمون للوالدين بعد ما سمعوا بخبر ابنهم توفى وبعد لقوه حي. ودي شنو والقرآن جمال تحت تحت الدروج تحت بعد قام بدي مش يضرب البلدار يكثر نهدي فيه، يعني رغم على أعصابي ولحمي يطرشك شوف نهدي فيه نهدي فيه ومن داخل أنا يعني مربط بحالي. فهمت. وتوا شنو قاعدين، شنو الرساله اللي تحبوا توصلوها وشنو رده الفعل على الموقف اللي صار لكم؟ رده الفعل اللي احنا حتى البيبي ان شاء الله يعيش وان شاء الله لاباس نقولوا هكا. اما حتى على ناس اخرى، حتى على بلد اخرى، حتى على اي حاجه، تصور انت الفازه كي يجي اي شخص شنو الوجع اللي يوجعها وشنو الاحساس اللي مش يحس شنو رايك؟ معناها احنا ما يجيش حاجه كيما ذي ما تجيش جمله. واضح. سي سمير انت غادي على عين المكان في مستشفى فرحات حاشي؟ على عين المكان، على عين المكان. والرضيع مش يتم معناها مش يقعد في السبيطار؟ بالطبيعه. هما حاليا تو في السبيطار. وما فماش حتى تقرير ولا اخبار انه باش يخرج، انه مش يتم متابعه الحاله نتاعو في المستشفى ولا متابعته مش يتم في المستشفى وعلى اساس عايش؟ ومازلنا ما نعرفوش حتى، معناها توا تجي تحكي معاها يقول لك سيد المدير ولا مسؤول يا حي نهار اثنين، يا حي نهار اثنين. المهم ما جانا مسؤول حكينا معاه، كان ماجي بحضور حتى رئيس المركز. ايوه. ورئيس المركز زاد هز جمال هزه باش يقابله في الجمهوريه باش يحكي له على الوضعيه، خاطر اللي يجي يعطي الحق لجمال. واضح. دونك مش تكملوا اجراءاتكم القضائيه والقانونيه ضد المرتكبي الفعل هذايا؟ باش نكملوا مش على حاجه. باش ما عادش تصير فازه كيما هكا تتعاود. شكرا لك سي سمير، يعطيك الصحه على كل هذه التوضيحات. ليلى تسمع فيا؟ ليلى الناس فقط لسه كثير، وفي معلومه حصريه كونه حاليا في اللحظه هذه وكيل الجمهوريه خرج حاليا من مقر الاقليم رفقه والد الرازية جمال قديس وبرفقه النيابه العموميه ورئيس السلطه العدليه بسوسه المدينه، توجهوا كلهم حاليا الى سبيطار وسيله لمواصله تحقيق الموضوع. واضح. فقط للتوضيح ليلى، سبيطار وسيله سبيطار اخر خلاف فرحه حشيده ولا في وسيله هو موجود بجانب حساد، وسيله هو مجرور مع التوليد وعمليات التوليد وحساد مجرور مع اختصاص توليد. اوكي.